لنقاش الملف السوري وتطورات على الحدود السورية. ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول تركيا الكاتب والمحلل السياسي التركي دكتور مصطفى حامد أوغلو. أهلا بك دكتور مصطفى. أهلا وسهلا بك دكتور. في ظل توتر الأوضاع على الحدود التركية بعد القرار الأمريكي حول دعم البيد، أين هي نقاط الخلاف بين تركيا وواشنطن في عفرين اليوم؟ يعني رغم التصريحات الجديدة يعني ربما التي أرادت تهدئة الوضع ومنح تركيا إعطاء تركيا نوع من التطمين، لكن هناك خلاف واسع وعميق ما بين المشروع الأمريكي والمشروع التركي. تركيا حاولت منذ فترة طويلة أن تثني أمريكا عن الدعم اللامتناهي من الأسلحة لقوات البيد، لكن أمريكا ورغم أن تركيا هي حليفتها الاستراتيجي في حلف الناتو مصرة على أن يكون لديها دعم ودعم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وحتى بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي الذي كان حجة وذريعة تسليح قوات البيد. لذلك يعني تستشعر تركيا أن هناك خطر وهناك مشروع أكبر من القضاء على تنظيم داعش، وربما هذا الذي جعل تركيا تصرح وبلهجة قوية وتؤكد أنها لن تسمح بأن يكون هناك تكوين أو تشكيل جيش يهدد الأمن القومي التركي. بالمقابل دكتور، واشنطن تقول إن الهدف من بقائها في سوريا هو كبح جماح إيران من خلال دعم ميليشيا البيد والذي يعتبر وسيلة لتحقيق هذا الهدف. ما مدى قبول مثل هذا التبرير؟ يعني هذه التبريرات وهذه التصريحات ويعني هذا المزمار صراحة لم يعد يطرب أساس الأتراك ولم يعد يقنعهم. هناك تجربة العراق عندما جاءت أمريكا بحجة يعني جلب الحرية والديمقراطية إلى العراق، سلمت العراق بطبق من ذهب إلى إيران. اليوم رغم الإعلانات والتهديدات من الرئيس ترامب لإيران وأنه هدد ب يعني عدم التوقيع على المعاهدة الدفاع النووي الأمن النووي، أعاد رجع وعاد التوقيع هذه الاتفاقية. لذلك يعني تركيا لا تطمئن، وخاصة عن هذا التسليح اللامتناهي، وهناك أكثر من 5000 شاحنة من الأسلحة وصلت إلى قوات البيد. هناك شعور بأن أمريكا تريد يعني تقسيم سوريا. تصريحات تيلرسون تقول إذا أردنا أن نفسرها تقول أننا باقون في سوريا، أن الدعم إلى قوات البيد مستمر، أن تدريب هذه القوات مستمر، أن حماية هذه القوات مستمر، أي أن هناك دعم واستمرار لدعم هذه القوات التي تعتبرها تركيا هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الإرهابي. لذلك أظن أن كل هذه التهديدات لا تغير شيء من الموقف التركي، وتركيا حاولت بقدر الإمكان تني أمريكا عن هذا الدعم لكنها لم تفلح. لذلك اليوم هي أقرب إلى روسيا ربما من أجل القيام بعملية عفرين. لكن في ذات السياق بحديثكم عن روسيا، هل ترجحون أن كان هناك اتفاقا روسيا تركيا قبل إطلاق عملية عفرين؟ اليوم يعني هناك اللاعب أساسي في سوريا هي روسيا، وأيضا أمريكا هي اللاعب أساسي. أمريكا التصريحات الأخيرة يعني أظهرت أنها غير معنية ربما بعفرين، أو أن عفرين هي من خصة روسيا. نحن نعلم أن هناك مراقبين روس موجودين في مدينة عفرين، لذلك لا يمكن لتركيا صراحة يعني أن تقوم بأي عملية عسكرية بدون أن يكون هناك تشاور واتفاق مع روسيا على ماهية وحدود وشكل هذه الخطة. نحن نعلم أن الساحة الجوية اليوم هي ملك لروسيا، ولا يمكن للطيران التركي أن يعني يدخل بدون أن يكون هناك اتفاق روسي تركي. تصريحات يعني النائب وزير الخارجية النظام في دمشق اليوم ليست من تلقاء نفسه، إنما ربما هي جاءته إملاءات أو من روسيا، يعني أمر بأن يقوم بهذه التصريحات من أجل أن يقوي الموقف الروسي أثناء المباحثات التي تجري اليوم في روسيا. هناك معلومات جديدة تقول أنه بدأت قوات الحماية الكردية بسحب
الأسلحة الثقيلة من مدينة عفرين، ربما يكون هناك اتفاق على أن تدخل قوات النظام إلى منطقة عفرين. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي التركي دكتور باسم حامد أوغلو، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.